الكوليرا هي مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوث. تتسبب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات. حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصحاء سابقا، تم القضاء فعليا على الكوليرا في البلدان الصناعية بواسطة الصرف الصحي ومعالجة المياه. توجد حبوب تعقيم المياه في جميع المراكز الصحية، ومن حق الشخص استلام حبوب التعقيم. الابتعاد عن المياه الملوثة والابتعاد عن الأكلات المكشوفة المعرضة للتلوث. تعقيم المياه: كل حباية 20 لتر ماء تترك نصف ساعة ثم تستخدم للشرب.